أنا محمد جمال الجخبير من سكان مخيم خان يونس قطاع غزة. بمارس رياضة باركور ومعناتها اللي هو تخطي الحواجز والأمور هذه. شغلة اسمها اللي هو طريقة التخلص من الجاذبية. عبد الله تعال محمد تعال وين سلامة يا إيه جاهز روح الكاميرا يلا بدنا نطلع تعال خلص دقيقة احنا فيدا بنطلع نمشي طيب يلا أنا أول شيء اسمي عبد الله إنشاصي العمر 22 سنة سكان مخيم خان يونس للاجئين مارست الباركور من 6 سنين قربت عليها عن طريق النت الله عبد الله اليوم مولع معنا أنا اليوم جاي ألعب من الآخر بدنا نخلص هالفيديو يا راجل مساء الخير إن شاء الله كل شيء حيكون تمام بدنا نخلص الفيديو شوف كيف شحنت امبارح إن شاء الله تطلع كويسة حطها بالشنطة وخذ الطريق حطها بالشنطة طيب روح خذ الطريق بس تعال محمد تعال حق الأرض بدنا نعمل كل حاجة يعني. نتيجة بلا شغل مش معقولة مش ححقق أحلامنا بهالسهولة واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة نتيجة بلا شغل مش معقولة مش ححقق أحلامنا بهالسهولة بدنا نصور اللي هو فيديو كليبات على الجوالات وبدنا ننزلها طبعا على اليوتيوب عملنا طبعا أول فيديو كان إلنا صورة رسمية اللي هو فيديو 2008 عملنا فيديو في 2009 وفي 2010 طبعا احنا في السنة هذه في صدد اللي هو اصدار فيديو جديد للسنة هذه طبعا احنا بنصور فيه حاليا جبتها منيح؟ تمام شوف هات اشوف اسمع دقيقة النوم كلنا جبتها 100% عين عليك انت بس هلا عندك منوية شوي يا اخي بتي محل الزاوية أنا في البداية كنت بمارس رياضة كرة السلة ما كنت يعني بلعب جمباز شوية خفيف حكى لعبد الله إنه في رياضة هيك باركور ومعناتها اللي هو تخطي الحواجز والأمور هذه بدأ الأمر بشكل بسيط يعني ما كناش متوقعين إنه الرياضة هذه تنغرس فينا بالشكل هذا يعني ممكن أنا أنط عن حاجز بحركة والمعي نط حركة ثانية هي بس تيجي كيف تط الحاجز بأي طريقة ممكنة يعني في حركة جمباز قفز عادي في حركة باركور والباركور هي فلسفة يعني من أول لآخر يمكن واحد يطلع من حاجة بطريقة تانية يعني مش كل واحد يمكن يطلع حاجز بنفس الطريقة أنا
تلقيت في معسكر العقاد احد المعسكرات الموجوده في مدينه خان يونس اللي تربينا فيها من واحنا صغار. في مشكله في الازدحام السكاني, يعني في كل عائله بتلاقي في البيوت بتلاقي 20 نفر في البيت الواحد. طبعا حياتنا في المخيم حياة يعني بسيطة وبدائية, البيوت كلها أغلبها أسبست وهيك, يعني نعتمد يعني بغالب الأحيان في المخيمات على اللي هو المساعدات اللي بتجينا من وكالة الغوث والوكالات الدولية. مش بس انه الواحد بيكون مبسوط, بل بحس حاله يعني عمل شغلة يعني قليل من الناس بتقدر تسويها. يعني بحس انه الشغلة مثيرة كتير, يعني انه انا بدي اخاطر بحياتي او بدي اخاطر بصحتي عشان انفذ حركة او شغلة ما حدش عملها قبلي, انه انا اكون مميز دايما. سيب ابعد انزل ابعد سيب خلص محمد اعصابك طلع انزل يا عم سيب طب بدي الف وجهي يا زلمه سيب نزلوا يا محمد اعصابك خلص سيب الرياضه هذه كانت يعني تعطينا دفعه كبيره في انه نصمد قدام كل هالحواجز هذه, وانه ما نضعفش في اي لحظه ولا نخلي الاحتلال هذا انه يسيطر علينا باي فكر وباي شكل. نطلع نتدرب في العبامل وعلى السواف في المحارات, كنا كل يوم نروح وين كاين وليش بتلعب, يعني كان في ردود فعل كتير, يعني كتير كان واجهتنا كتير مصاعبات من الأهالي من الناس اللي حوالينا من شرطة. أنا فهمت. قول له 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 خلاص بجيب لك اسم المدرب اذا بده. ايش عبد الله نشاصي قول له. عبد الله نشاصي. قول عبد الله محمود نشاصي. هيك قول له. على خلص بجيبه. خلاص قول عبد الله نشاصي. عبد الله شو اسمه ابوه؟ مأمون محمود نشاصي. هدي اذا هم فهمين الرياضة غلط. بفهمين شو هي الرياضة. فهمين شو هي الرياضة. فهمين شو هي الرياضة. دلعنا خمس سنين دلعنا خمس سنين دلعنا. لو بيعرف مين احنا هم لبجوش انا يلا, يلا يا شباب يلا, يلا روحنا زقينا قول يلا يلا, يلا يا ولاد هات مفتاحك حطك يا عم كنا يعني حياتنا كانت بسيطه, ما كناش يعني متصورين انه في مستنينا حاجات أكبر من احتلال وأكبر من حرب وأكبر من الأمور هذه كلها. إنه مثلاً أنا بدي أطلع على البحر ممنوع الحاجز مسكر, بدي أطلع على غزة في الحواجز. كان المنطقة هذا كلها مستوطنات لليهود الاحتلال الإسرائيلي, يعني كانوا محتلين الأراضي كلها هذه. يعني إحنا بعد ما طلعنا سحب اليهود من المنطقة هذه لقينا هذه الرياضة تتمارس في أماكن تكون يعني مليئة بإيش بالهدوء, ثم تلبي الأطفال على هذه الرياضة ناجية للربال لأنها يعني مش قليل أصابت منها. يعني هذا أحمد روح اسمع خالد مش
مشكلة عادي حق مشكلة عادي عيد الحركة. يلا عبوتي انت وش كويس حلوة سيد روح كويس روح واحد انت لا تروح كويس. يلا نجرب احنا فيش عندنا مدربين ناس تدربنا فيش ناس يعني تهتم بالاشياء هذه. والله احنا نتمنى يعني يجي مدربين ممكن الاصابات تقل عنا ممكن يعطون اشي جديد احنا مش فاهمينه في الرياضة هذه. في الباركور بقول لك اصاباتها كثير وارده توجع هذه امبارح لسه انا بلعب اجري كتفه اصابه في المفصل برضه في اليمين متاثر على القدم. جبرت مرتين يعني ستي بتعب على اشطه علاج عربي طبيعي أعشاب بعية يعني هي دائما بيساعدنا في العلاج هذا. حافظ عليها من المية يا ستي يلبس عليها جربانة خفيفة مش ثقيلة هذا قبل هيك انقصف كان موجود هنا وانقصف بعدين تم عادة ترميمه فعاودوا شلوه يعني بحجة انه حرام يعني يكون في تماثيل وشغلات زي هيك. مشكلة الإصابة اللي عندك هذه هتعوقنا. هم ايش صار؟ لا ولا حاجة. ولا حاجة رجلي سحلة تسحول. طب ايش فيك حاجة صار؟ لا ولا حاجة. فين تعيدها يعني؟ تعيدها يعني ما يعني كل إنسان فيه مشاكل ما بقدر أطلعها لأنها صعب إنه الحياة بتكون صعبة من حواليه. إذا كانت مش من الحروب أو من الحصار بكون في داخل الإنسان كبد يعني بحس بعيش في اكتئاب. بس الأمور هذه يعني نقدر نحاول نطلع منها يعني بإيدينا إحنا لأنه كل إنسان بقدر يحل نفسه بإيده هو طيب نفسه. أحلم إنه اللي قدام الواحد يقدر طبعاً يسافر لبرا يشارك في بطولات وفي مسابقات عالمية بتصير في مختلف دول العالم وأي حدا حب يشارك فيها بيقدر باستثناءنا إحنا لأنه هنا طبعاً ما إحنا منعزلين عن العالم الخارجي يعني إحنا في قفص من كل
من كل جهة احنا محاصرين يعني من الشمال من الشرق من الجنوب من الغرب وين ما تروح في حصار. عارف عبد الله احنا تأخرنا كتير السنة اللي فاتت الفيديو تبعنا كان نازل قبل هيك أيات في عنا كمية لقطات كتيرة يعني وكويسة لسه بدنا شوية مش ضايل كتير والله عبد الله اللي شايف كيف هذا زي مقدمة هيك على الماشي سويته هيا عبد الله طلع ياسر هذا جمب ماجازين الموقع الأرباني الصورة بس غريب الصورة طلع حياته هذه في المجلة موجودة طلع حياته كاتبين اسمنا كمان هاي محمد جمال جي خبير بالستاين هاي الاكونت تبعنا على اليوتيوب وفوتوغرافر المصور عبد الله انشاسي انا جيت بسجل فيه الدور اللي فات فايش صار رحت فتحت على قائمه الاعلام هذه كونتري ودورت على علم فلسطين ما لقيتوش بعثت لهم رساله قعدت اراسل فيهم يمكن بيجي شهر واكثر وكل يوم ابعث لهم رسائل وهيك لما بالاخر لهم ايش اللي هو بعث لي رساله انه انتو هيا شايف غازا باركور عند فريلانس فلسطين شايف يا ورد لما شفته انا انبسطت كثير على فكره بس كان موجود على اسرائيل ايها الحضور الكريم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا فحضوركم شرف يضيف علينا وجدا وسرورا انا بحب اول حاجه اعرف كل الرياضيين هذول اصحابنا من زمان كان طريقه كمس بريكاز الانصارات كانت طريقه جامعه يعني طريقه التنين الاحمر هذول شفناه أخطف من عرض مع بعض نزلنا وطرقنا عليهم يعني علاقات مسيرة بيناتنا كعلاقة رياضية ونستفيد من بعض والإجابة صحيحة سكب حال يا شباب ممتاز والإجابة صحيحة 2-11 على السامية 18 وأدول احنا كنت تفكيرنا الحين حركه عجله صغيره يعني يمكن كمان 3-4 سنين نضربط الوضع زي ما هو حقه تقريبا جيل دربناهم يحمل الفريق هذا وماشي طبعا ماشي في المشوار هذا ما يروح كل شيء يعني كل شيء يموت مع اني انا خريج جامعه وما يعني ما بلاقي الشغل فباخذ الشغل المتوفر أه
الحواجز اللي فرضها علينا الحصار الإسرائيلي. يعني احنا القيت صار لنا ما يقارب اللي هو 5 سنوات تحت حصار، والأوضاع كل ما مالها ما بتدهور عنا. وطبعا كل فترة تيجيك حروب وتصعيدات من الاحتلال يعني. وطبعا هذه كلها الأمور بتخلي حياتنا صعبة، ويعني معيشانا في جحيم. وإحنا وأنا بقول لك الرياضة هذه يعني ساعدتني كثير إنه أنا أتخطى الحواجز هذه وأظل يعني صامد، ويعني ما أتنازلش للاحتلال في أي يعني حال من الأحوال أو ظرف. الباركور هي يعني فن قبل ما تكون رياضة. يعني كيف باركور هذه يعني فيها فلسفة خاصة لها، يعني مش أي حدا ممكن يلعبها. لازم واحد يكون عنده يعني يكون خياله واسع. الدولة كان هو المفتل الوحيد في قطاع غزة، وهي اللي هم دمروه كلهم خلوش فيه حاجة. ذاكر هذا قبل 2 سنين عبد الله أو 3 سنين لما جينا عليه كيف كان قبل اللي كان مرتب. قبل الحرب كان مرتب. طلع كيف صار يا رجل. أنا وصلنا عن لك إجرام يا زلمة إجرام. بصراحة يعني مرات لما كنت أكون فاضي أقول عبد الله تعال ونطلع أنا وياه ونروح نقعد على معبر اللي هو مصر معبر رفح ونطلع. يعني لو إحنا تخطينا الحاجز هذا إيش بستنانا برا، إيش كيف العالم التاني، كيف الناس عايشة. كنا نقعد يعني هناك ونتأمل في المنظر الحاجز. يعني نقول إن إحنا في يوم من الأيام خلال رياضتنا هذه حنقدر نتخطى الحاجز هذا. يعني حلم كبير انه احنا نقدر نتخطى مع بعض.